شكرا للرفاق في قيادتي وإدارتي حزب التقدم الاشتراكية على توفير هذا الجو الجيد والمناسب لهذه المحطة. شكرا على توفير هذه المحطة الأساسية للإنصات. أنا لن أطيل عليكم، إحنا كحزبين وفي إطار التنسيق وفي إطار ميثاق العمل المشترك بيننا إحنا جاهزين وسنعلن عن مواقفنا السياسية الحزبية اليوم، أقولها لكم بالنسبة لكل القضايا الأسرة وبكل خاصة في الحركة المدنية المجتمعية النسائية منها خاصة إلى جانب الحقوقية والسياسية المتقدمة. يجب الاعتراف أننا درنا متابعة دقيقة وجيدة لكل الأنشطة وتابعنا كل مذكرات للطرحات والمنهجية اللي اعتمدناه وتابعنا كل مذكرات للطرحات وكل اللقاءات التي كانت مع اللجنة الملكية. والخلاصة اللي غادي نعنوا عليها هي خلاصة هذا الحوار الشفاف والواضح اللي كان في المجتمع، واللي نأمل من خلال هذه الدعوة وهذه المبادرة ديال التنظيمات النسائية ديال الحزبين، نأمل من خلال هذه المبادرة أن نكون منصفين كذلك وتكون جلسة الإنصات الأخيرة للتعبيرات الحقيقية من كافة القضايا والمواقف، ماشي بالغموض ولا بالالتواء، باغيين لأن سمعنا بزاف، بغينا في كل قضية من القضايا نعرفوا الموقف حتى نحس واش هذا تعبير في آخر جلسة ختامية، واش هذا هو التعبير ديال الحركة المدنية المجتمعية. وأكد لكم أن هذه الخلاصات ولدت عندنا قناعات، حنا قناعات انطلاقا من المتابعة، ونقولها بكل مسؤولية للدقيقة، لا في الجبال ولا في الوديان ولا في السهول ولا في المرتفعات، في المدن في القرى كنا حريصين على تتبع كل الأنشطة النسائية التي كانت بمناسبة هذا الحوار حول مدونة الأسرة. ولذلك غادي نكون مختصرين جدا ونقول حي على الفلاح كما تيقولون، استمعوا النساء الطرف الأساسي فيما يتعلق بهذه المدونة. شكرا لكم.